لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب تحريم الكبر والاعجاب، قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن من جر إزاره تكبرا وبطرا أنه وقع في كبيرة من الكبائر، لأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، والمراد بهذا النظر أي نظر الرحمة، لأن الله عز وجل لا ينظر إليه نظر رحمة، فيكون هذا من باب الوعيد على من فعل هذا العمل الشنيع. والإسبال بالعموم حرام وهو من الكبائر، وإذا كان كبرا وبطرا فإنه زيادة في الإثم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فهنا في حديث واحد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه، فدل أن هذا له حكم وهذا له حكم، والكل حرام. أما من حمل الإسبال على التكبر فقط فإنه مخطئ، لأن الأدلة تدل على التحريم مطلقا. ثم إن الإسبال وسيلة إلى الكبر، وإن زعم صاحبه أنه لا يتكبر بذلك، لأن من صفات المتكبرين إسبال الثياب، وأيضا إسبال الثياب فيه نوع تشبه بالنساء، لأن النساء هن المأمورات بإسبال الثياب شبرا حتى يغطين أرجلهن عن الأجانب، أما الرجل فمأمور برفع إزاره. فالإسبال من الكبائر العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحبه بالنار، فعلى المسلم أن يحذر من هذه الذنوب التي يستصغرها اليوم كثير من الناس. اليوم يعني لا تكاد تجد إلا ما شاء الله من يرفع ثوبه، أكثر الناس إلا ما رحم الله مسبلين ثيابهم، وهذا من تلبيس الشيطان نسأل الله العافية والسلامة، يدخلك النار على قطعة قماش، بل على سنتيمترات من القماش يدخلك النار. فعلى المسلم أن يحذر مثل هذه الذنوب التي استصغرها كثير من الناس وهي من الكبائر. فهنا قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وجاء في الحديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، ذكر منهم المسبل، فدل على أن المسبل بالإطلاق لا أنه داخل في هذا الوعيد. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير. هنا قال ثلاثة لا يكلمهم الله، الثلاثة هنا ليست ثلاثة أشخاص وإنما هم ثلاثة أصناف، فيدخل في هذا الصنف كثير من الناس، كثير من الناس، وكثير من الحديث فيها ثلاثة لا يكلمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا ثلاثة لا يكلمهم الله ليس المراد الحصر، وإنما هذا وسيلة من وسائل التعليم من أجل فهم العلم وحفظ العلم. وإلى هناك حديث أخرى قال فيها ثلاثة لا يكلمهم الله غير هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يكلمهم كلام رحمة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر الحديث. فهؤلاء الثلاثة، ثلاثة الأصناف، متوعدون بهذا الوعيد. أولهم شيخ زان. الزنا حرام مطلقا على الشباب وعلى الشيب، ولكن في حق من
كبر سنه ورق عظمه يكون أشد وأعظم، لأنه ما فعل ذلك مع قلة الداعي إليه إلا لأنه سجي له، فيعظم الذنب في حقه. ولذلك الشيخ عندما يكبر سنه يكون هذا واعظا له، ولذلك الشيب نذير، جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجاءكم النذير، قال بعض السلف المراد به الشيب، والشيب نذير. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما عذر الله رجلا بلغه 60 سنة، يعني ليس له عذر أبدا، كل الحجج قامت عليه. فهذا الشيخ الزان هذا يعني انتفت في حقه الدواعي، انتفت في حقه الدواعي المفضية إلى الزنا، أولها كبر السن وأيضا قرب الأجل، ومع ذلك يفعل هذا المنكر، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل سجية له، فكان الحق فكان العقاب في حقه أعظم. والثاني ملك كذاب. الملك الأصل أنه يعني هو المتحكم، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، فلا يحتاج إلى الكذب أصلا، فلما صار كذابا دل على أن هذا الذنب سجية له، دل على أن هذا الذنب سجية له، فكانت العقوبة في حقه أعظم. والثالث وهو الشاهد لهذا الباب عائل مستكبر، وهو الفقير. الأصل في الفقير التواضع والسكون. هل يستغرب التواضع من الفقير؟ لا يستغرب، لكن يستغرب أو يمدح الغني المتواضع. أما الفقير إذا تكبر فإنه حشفا وسوء كيله، حشفا وسوء كيله، ولذلك ذم في هذا الحديث ذما عظيما، ليس عنده ما يتكبر عليه ومع ذلك يتكبر، مع أن التكبر في الأصل محرم وكبيرة، لكن في حق الفقير أشد وأعظم، لأن ليس له هناك داعي إلى التكبر، فدل على أن الكبر الذي في قلبه سجية له، فتوعد بهذا الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، من الأحاديث القدسية التي يرويها الله عز يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهي كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. يقول الله سبحانه وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيه عذبته. وهذا الحديث من الأحاديث التي تمر كما جاءت، نؤمن بها ونسلم. فهنا يعني الحديث التي فيها صفات الله عز وجل نمرها كما جاءت ونصدقها ونؤمن بها، ولكن كيفيتها لا نعلم. فالعز إزاره سبحانه وتعالى والكبرياء رداؤه، فمن نازعه في هاتين الصفتين عذبه بالنار، نسأل الله السلامة والعافية، بدل هذا على تحريم الكبر. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. وهذا في الإعجاب، الأحاديث السابقة كلها في التكبر، وهذا الحديث في الإعجاب. والفرق بين التكبر والإعجاب أن التكبر يكون في القلب، وأن الإعجاب يكون في العمل. فهذا الرجل عاقبه الله هذا العقاب الأليم والعذاب الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. قال بينما رجل يمشي، يحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، قال بينما رجل يمشي في حلة، يعني في لباس تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، يعني تكبرا وتعظما وإعجابا بنفسه، فكان عقابه ماذا؟ قال فهو يتجلجل، قال فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أي أن الله خسف به الأرض فهو يغوص فيها وينزل، كما فعل الله عز وجل بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذه نتيجة التكبر. وهذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يحتمل أنه حي يعذب حتى يوم القيامة، ويحتمل أنه توفي وهو الأصل في من يخسف به، ولكنه يعذب عذابا برزخيا، يعني عذاب القبر إلى يوم القيامة. الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، والشاهد
أن الإنسان لا يعجب بنفسه ولا يتكبر على خلق الله، فإن هذا الرجل عندما أعجب بنفسه وتكبر واختال في مشيته عاقبه الله هذا العقاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يرتفع ويتكبر، حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح كما دلت عليه الأدلة الأخرى من الآيات والأحاديث. فالإنسان قد يتكبر وقد يرجع ويتوب، ولكنه إذا تمادى واستمر في غيه فإنه يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصاب ما أصابهم. وأعظم ما يصيب الجبارين طبع القلب، نسأل الله العافية والسلامة، كذلك لقوله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذه أعظم العقوبات، فإذا طبع على القلب فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي. وهذه أعظم العقوبات، نسأل الله العافية والسلامة. وختاما على المسلم أن يحذر من هذين الذنبين العظيمين: التكبر، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بطر الحق وغمط الناس، أن ترد الحق وأن تتكبر على الخلق، هذا هو الكبر. والإعجاب أن يعجب المرء في نفسه أو يعجب بعمله، حتى الرجل الصالح إذا أعجب بعمله فإنه قد يحبط عمله، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم عليه أن يعرف قدره وأن يعرف نفسه وأنه مخلوق من نطفة حقيرة، وأن مآله إلى التراب يهال عليه، وعنده أمام وأمامه الحساب يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.